ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة الحلقة بره المنهج خالص. النهاردة مش هنتكلم على العربيات، النهاردة هنتكلم على اليو بي اسات اللي احنا بنبيعها بالاخص، باور كوم يو بي اس. كل سنة وانتم طيبين. عايز اقول لكم ان نون عاملة مجموعة تخفيضات كبيرة جدا بمناسبة الشهر الكريم، بتوصل لحد 75%، وكمان في قلب رمضان بتبتدي من اقل من 64 جنيه، وتخفيضات على حاجة الفطار والسحور وكل حاجة تانية ليها علاقة برمضان. الحقوا العرض بسرعة. ما تنسوش تستخدموا الأكواد M Car ماجد 10 ماجد 50 نون 20 نون 21 نون 22. يلا الحقوا العرض بسرعة. كنت من فترة عملت حلقة على ازاي سعر الدولار لما ضرب أثر على العربيات على طول، وحتى العربيات اللي متخزنة اللي موجودة سعرها ضرب، واتكلمت ومش عارف ايه، وقلت لكم احنا الأجهزة اللي احنا بنبيعها أجهزة اليو بي اسات اللي هي باور كوم دي ما تأثرتش خالص، سعرنا مازال زي ما هو، ولغاية وقت التسجيل سعرنا برضو مازادش. لما نستورد اي بضاعة جديدة هنزود السعر لانه هنستوردها طبعا بالدولار الجديد. خلاص، وفي منكم قال لك لا وانت كده ما بتحميش راس المال ومش عارف ايه، ودخلنا في كلام وبتاع، حبيت اشرح لكم بس يعني ايه، احنا بقالنا في الحكاية دي عشرات السنين وعارفين شوية اللي احنا بنعمله، ما تقلقوش علينا يعني. طيب، الاول نكلمكم على باور كوم. باور كوم بي سي ام اللي انتوا شايفينها دي، باور كوم دي تاني اكبر شركة مصنعة لأجهزة اليو بي اس والحماية من انقطاع الكهرباء والاجهزة كمان السولر، تمام؟ فشركة كبيرة قوي، واحنا الوكلاء الوحيدين ليها من قبل ما نشتغل يعني بحبة حلوة، من مثلا من 95، فاحنا وكلاء ليها من فترة طويلة جدا. طيب اليو بي اس بيعمل ايه؟ او اختصار لايه؟ هو اختصار لانترابتبل باور سبلاي. صباح الخير، انا عارف، او مساء الخير. ايه يا عم انترابتبل باور سبلاي؟ يعني لو حضرتك قطعت الكهرباء هو هيفضل بيطلع للجهاز اللي انت موصله عليه الكهرباء بتاعته برضو عادي جدا. هتقول لي طب ايه ده، يعني ده غالي؟ اقول لك لا، في منهم حسب المقاس اللي انت بتطلبه والاحجام والقدرات بتاعته كلها بتلاقي فيه مجموعه اسعار كبيره قوي. طيب، فبالتالي اليو بي اس ده فيه ايه؟ في من الاخر كده بطاريه، والبطاريه دي بتولد الموجه اللي بتطلع للجهاز بتاعك. طيب نتكلم شويه كده في حته فنيه بسرعه. في تقسيمتين لليو بي اسات، في نوع بيسموه لاين انتراكتيف، يمكن اكتر من تقسيمتين بس خلينا نتكلم في دول بس. في حاجه اسمها لاين انتراكتيف زي ده. يعني ايه لاين انتراكتيف؟ هو قصده ايه بلاين؟ قصده بالكهرباء اللي داخلاله، اللي هي الكهرباء العموميه اللي جايه لك من الحكومه، تمام؟ لاين انتراكتيف اول لما يدوب بيحس بانقطاع الكهرباء بيروح هو قالب، بتحصل في ملي سكندز، يعني واحد من الف من الثانيه، فحاجه لحظيه كده بيروح قالب على طول. كل الاجهزه اللي عندك ما بتحسش باي حاجه خالص ولا بتتاثر خالص. في نوع تاني اغلى قوي اسمه اونلاين، بنبيعه برضو. يعني ايه اونلاين؟ سواء الكهرباء موجوده من الحكومه او مش موجوده، الجهاز ده بيطلع الكهرباء بتاعته على طول على طول، ملوش دعوه هو باللي بيحصل بره، بقى الحكومه ايه اللي فيها الكهرباء اللي جالك من بره دي ملوش دعوه، تمام؟ ولكن طبعا عشان بيولد كهرباء على طول فهو طبيعته شويه ايه اغلى. ممكن تلاقوه برده، وهحاسب لكم في الوصف بتاع الفيديو ده الرابط للويب سايت بتاعنا عشان لو انتوا عايزين حاجات بالطلب بتبقى اغلى شويه. لكن كل اليو بي اسات اللي هي في متناول الايد واجهزه الاستابلايزرز اللي زي دول هشرحها لكم حالا لحظه واحده، دي هتلاقوها على امازون مصر، وهحط لكم برده رابط ليها، تمام؟ اوكي، فدي وظيفه اليو بي اس الاساسيه. زائد اليو بي اسات اللي احنا بنبيعها دي كمان بتعمل ايه؟ بتعمل فولتج ستابلايزيشن. يعني ايه يا عم برضو ايه الكلام ده؟ يعني لو الكهرباء لعبت عليت او وطيت هو برضو مازال مديلك ال 220 فولت بتاعك زي ما هم. هتقول لي طب ايه ده حاجه لذيذه قوي، طب هو توصيله صعب؟ اقول لك لا، اكنك بتوصل جهاز في كهرباء وبتوصله مثلا هو على مشترك، المشترك ده اللي بيغذي الاجهزه بتاعتك. هتقول لي طب انا محتاج حاجه مخصوصه للمشترك ده، مشترك عادي؟ هقول لك عادي، لحظه واحده اطلع لكم عشان تعرفوا هو شكله ايه. كمان لازم افك الباكجينج بتاعه. ده الكابل الكهرباء بتاعه هو عادي خالص، وثواني بقى، هو تقيل مش خفيف خالص عشان فيه بطاريه تقيله، مركز قوي. المهم ده ظهر اليو بي اس زي ما انتم شايفين. في ايه؟
بريزة عادية جدا خالص، تجيب أي مشترك من اللي موجودين عندنا، وده وشه بسيط جدا برضو، فيه زرار واحد بس. فده الـ UPS. طبعا احنا بنضمن الـ UPS ده اكيد، يعني شيل الشعبكة اللي جنبي بس كده. طيب، وبيجوا بمقاسات وحاجات يعني كتير قوي. فلو حبيت مثلا اقول لكم، حضرت لكم جدول عشان اقول لي طب انا هستفيد ازاي، هعمل بيه ايه اليو بي اس ده، يعني هقول لك حالا. اللي وريته لكم ده تقيل قوي، خبر ابيض، الواحد ممكن يتمرن بيه. ال 500 فولت امبير ده يقدر يشغل جهاز، او بلاش، شاشه تلفزيون 40 بوصه يشغله حوالي 20 دقيقه. في عندنا بقى قدرات اعلى، 800 وال1000 وال1500 وال2200، وفي لغايه يعني اوض حضرتك بتشغل مستشفيات وبتشغل اجهزه حساسه زي اللي بتشوفوها مثلا في المعامل دي، هتلاقي ممكن يبقوا ايه باور كوم يعني مشغلهم، لان دول بيبقوا اجهزه حساسه قوي محتاجه كهرباء ما تتقطعش خالص. واليو بي اس اللي بيوصل عليهم هم اللي بيسموه اونلاين، اللي هو الكهرباء ما بتتقطعش عنه خالص، ملوش دعوه هو بالحكومه. فعندك بقى مقاسات يعني زي ما انت عايز، عايز مثلا 500 زي ما قلنا يشغل لك التلفزيون مثلا بتاع 20 دقيقه 40 بوصه، فتلفزيون حلو. الراوتر يشغله لك قرب الساعتين، فانت حسب انت بتحمل عليه ايه. في طبعا قدره يعني ماكسيم تحملها عليه، مش هتحمل كل حاجه عندك في البيت، هتحمل الحاجات اللي هتلاقيها مكتوبه كمان. فمثلا لو قلنا تلفزيون فقط، لو قلنا راوتر وشواحن، لو قلنا لابتوب وبي سي شغال برضو ويقدر يشغلهم لك فتره طويله قوي. وانتوا عارفين طبعا لما داخلين على الصيف الكهرباء بتقطع كتير، ممكن الراوتر بالذات ده يشغله ساعتين، ده يعني تنسى ان انت عندك مشاكل كهرباء، بيبقى مسلي قوي ولذيذ يعني. غير اصلا انه كمان بيحمي الاجهزه، لانه هو كمان زي ما قلنا بيحافظ على الكهرباء اللي داخله للجهاز اللي بيشغله، فبيحميها من ان الكهرباء تعلى او توطى. دي ممكن تقولي اه ما هو الجهاز شغال عادي ما شفتش حاجه، لا ممكن اقول لك ان على المدى ده بتاثر، بتقصف عمر الجهاز اللي واصل عليها، من بيسموها من ناحيه دايره الباور بتاعه الجهاز، بتتعب قوي. طيب، فدي اليو بي اسات ببساطه او بشويه تعقيد خفيف. اوكي، اليو بي اس ده اللي انتم شايفينه بيطلع موجه جايبيه، ثواني اقول لكم اسمها ايه مظبوط بقى الترجمه عشان انا كاتبها برضو هنا، موجه جايبيه تقريبيه، يعني بيسموها كوازي ساين ويف. الموجه اللي بيطلعها، انتم عارفين الكهرباء بتبقى جايه لنا التيار المتردد اللي هو اللي اسمه اي سي، بيبقى جايه لنا الموجه كده ايه زي الساين ويف، موجه جايبيه بتعمل كده نقيه. الاجهزه اليو بي اس بتطلعها ايه تقريبيه، مش بالظبط زي الساين ويف، هي نفس الشكل بالحرف لكن اخشن شويه، ما هياش فيها اللفات الناعمه بتاعت الموجه الجايبيه. هتقولي ايه ده اي كلام، هقول لك لا، على الاجهزه الالكترونيه كلها، غالب الاجهزه المنزليه اللي ما فيهاش مواتير، ما فيهاش مواتير، اقول لكم مثل بتاع حاجه فيها مواتير، مروحه، هقول لك ده لا ما يشغلهاش. اي حاجه فيها موتور، لو قدرت تجيب يو بي اس ضخم قوي عايز توصله على الثلاجه، لا ما ينفعش برضو عشان فيها موتور، وقتها ممكن نجيب لك اليو بي اس الموجه الجايبيه النقيه، موجودين بس طبعا انا بتكلم في اسعار غاليه قوي. ليه انا الحلقه دي بتكلم على دول؟ لان دول اللي متاحين على طول بسهوله كده على امازون، تقدروا تشتروا فيهم على طول واسعارهم مش غاليه. فلو احنا بنتكلم على الموجه الجايبيه، فده ايه جهاز غالي. الموجه الجايبيه التقريبيه اللي بتنفع كل الاجهزه اللي عندك في البيت تقريبا، ما عدا اللي فيها المواتير عشان بس ما نتلخبطش، الراوتر، التلفزيون، اللابتوب والحاجات دي كلها، تمام جدا. فلذيذ قوي وبيحمي من ارتفاع وانخفاض الكهرباء، يعني بيوقي الاجهزه لحد كبير. ممكن تفكر فيها اليو بي اس لوحده جهاز مش غالي خالص، وبيحمي اجهزه كتيره واصله عليه ممكن تبقى غاليه او مهمه عندك، يا في بيتك يا في شغلك. طبعا اللابتوب والكمبيوتر في الشغل ده ما فيهاش كلام، يعني لازم يبقى لو اتقطع عنه الكهرباء بتبقى مأساوية. طيب، في جهاز تاني برضو هتلاقوه على امازون، ده اهو تاب تشينج اي في ار، اللي هو ايه اي في ار، يعني اختصار الاوتوماتيك فولتج ريجوليشن، يعني ده ستابلايزر من الاخر. الستابلايزر ده 600 واط، يعني ايه 600 واط؟ يشغل اجهزه عليه حملها الاجمالي 600 واط. الدنيا سهله قوي برضه. بنتكلم برضه على اجهزه منزليه خفيفه، ولكن ده ما بيميزش بقى، ده الكهرباء عليت، الكهرباء وطيت، هو دايما موصل الاجهزه دي كهرباء سليمه. ليه؟ برضه زي ما قلت لكم بالظبط بنفس التفسير، جهاز ده بقى رخيص جدا مش غالي خالص،
بيحمي أجهزة واصلة عليه غالية جدا، زي مثلا الكهرباء فجأة تروح عالية دي بتحرق ياما، وبرضو الكهرباء اللي بيسموها براون اوت، عارفين اللي هي بتتسحب كده وتلاقي اللمبة عمالة بتطفي بتطفي قدامك وانت مش فاهم هي هتطفي ولا هترجع، وبعدين فجأة تلاقيها عليت، ياما بقى حاجات بتطرقع من جوه الأجهزة. ممكن انت ما تشوفش الدمار اللي بيحصل لها، بس اللي بيشتغل في الإلكترونيات بيبقى عارف بيحصل ايه للدوائر بتاعتها يعني. فده برضو حل سهل رخيص جدا. الحاجات دي كلها انا عارف انا بعمل دعاية لمنتجاتنا بقى، اوكي باور كوم ده موجودين كلهم على امازون، فحط لكم رابط لامازون، وزي ما قلت لكم اسعارنا لغايه دلوقتي لغايه وقت تسجيل الفيديو ده ما اتغيرتش خالص. لما نستورد شحنه جديده قريب بس الحقوا يعني ولازم احنا بنستورد برضه هنعمل ايه، هتلاقوها طبعا زادت لما نستورد، لغايه دلوقتي اسعارها ما اتغيرتش. هحط لكم رابط لامازون عشان تتفرجوا على الاسعار اهي وكمان المنتجات، وحط لكم رابط للويب سايت بتاعنا للي عايز يستفسر او يتفرج على كل المنتجات بتاعتنا. احنا عندنا مجموعه منتجات بتاعت باور كوم كلها كبيره قوي، ما اقدرش اقولها لكم كلها، انا بس بقول على الحاجات السهله الخفيفه اللي انت ممكن ايه يعني تلاقيها ظريفه وخفيفه حتى في استخدامات منزليه خفيفه. خلاص بره المنهج، انا اسف، الجايه الحلقه الجايه هتبقى جوه المنهج ان شاء الله. لو عجبكم الكلام ده ما تعملوش حاجه. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقيه الفيديوهات الموجوده عليها.